أي أرز. اللي عم تزرع هون. بس أنا بعرف من وين أصلي. فلسطين. I want to really thank you because you have successfully told the story from the Palestinian side. It was so successful, we are so grateful. You concentrated on the hope, and this is what we really still have. The movie I was talking with Mona was a little bit long because our catastrophes were a lot. كان هاي التفاصيل انتها فتت دي كان عمق الحياة الفلسطينية أثناء الناس الله يعطيك العافية. يعني حتى عم بسأل حفيدة بعرف كثير كثير حلو يعني الطفل حفيدة كثير أعجب فيني يعني لما الطفل يكون هيك أنا حبيت أجيبه حتى يتعرف على معاناتنا شو كنا نعاني. كل المخيمات بتشبه بعضها، فيه شغلات كثير حقيقية من الزريعة، من شكل البناء، رسمات على الحيطان. مجد عبدو محمد 11 سنة 12 شاهد لما هجموا بالطيارات ولما صاروا يتخطفوا ونزلوا على محل ما نزلوا نفقوا ولما طلعت المرة وصارت تتسيح هاي كمان لما مات الجد كمان حبيته حلمي أرجع لفلسطين. فهذا الفيلم بيوصل للعالم كلياته الشكل اللي عايش فيه الفلسطيني بقلب المخيم. اسمه سيدي مات اجوا الحمام واخذوه طيروه على القمر سيدي اخذ التراب من الارض وزرعن بلبنان. طيب انت شو حلمك؟ اصير بفلسطين يعني تتحرر فلسطين بس. وأثر فينا يعني أنا لامس قلبي وفيه كتير إشي حزينة خلتني هيك أسترجع. نحن جيل الحرب فحسيت حالي عم برجع بعيش نفس اللحظات ونفس المراحل اللي عشتها. أنا قاعد أنا وشاب من الجيل الجديد. إيه هذا عشناه
هذا عشناه بال 85، هذا عشناه بال 82، هذا عشناه بال 76. لا كان في حمل بصمات كثير صحيحه وواقعيه. حبكه الفيلم كثير ممتازه. Norwegian 100%, but when I'm small, my mother was working in Lebanon during the in 85, 86, 87 during the wars, and I grew up with pictures from the camp when I was small. So I grew up with pictures from all the camps, and these pictures are also inside the film. And you know, so I don't have any choice about Palestine. الفيلم بحسسنا بمعاناة فلسطين وبالحرب وبالقتل وبكل شيء، وإن شاء الله نرجع لفلسطين. فلسطين بلدنا وحد الله بلادنا. فاطمة وداع تعين سوين. أنا اسمي غزال وعمري 11. أنا عمري 12. 9 سنين. من لوبيا. من فلسطين. فلسطينية سورية أنا. إنه كانوا يدافعوا عن بلدين وما كانوا يخافوا من اليهود. بجنن وبدل على فلسطين. كانوا يساعدوا أجدادهم بالزرع وهيك. البنت لأن ساعدت الحجة. هذا الفيلم واضح قديش في بحر دقيق وقديش في جهد كبير عمل ليعطي النكهة الفلسطينية وأدق التفاصيل لحياة المخيم ومعاناة الفلسطينية. The film premiered 1 year ago, so already it's 1 year around the world in almost 100 festivals. It's in the cinemas in Norway, Sweden, Denmark, France, Canada, Tunis, Oregon, it's first now, Egypt, so it's Palestine, sure. So it gets a big screening, so people like the film. It is part of Lebanon. There is on the weekends always a shamsa, sunshine, that give us the hope to return soon to Palestine. كثير كان مهم، بس كمان احنا نتربى ونرضى ونعلم ونكبر ونضل على القضية يعني، كان هاي ركز عليها كثير، ومن جيل لجيل، إذا لاحظتوا شفتوا كم جيل؟ من جيل الفلسطيني لحد جيل الفلسطيني، يعني شي خمسة ستة تقريبا مرة يعني، مش أربعة.